هربش من سؤالي. اتفضل. السؤال لحضراتكم انتوا الاثنين، لا لا، هل المباراه القادمه امام الزمالك ومباراه صعبه بالتاكيد ومنافس يحترم بكل تاكيد، تحتمل انه قفشه وامام الاثنين يكونوا موجودين في الملعب، ولا الافضل تعيد بقى ترتيب حساباتك من اول وجديد، نص ملعبك الظبط ازاي؟ انت دلوقتي خلاص عمر كمال، احنا بس هنطمن لان عندنا ثلاث اصابات، عمر كمال وطاهر ورامي. رامي اعتقد انه شد خفيف لانه نزل وكمل المباراه، وطاهر النهارده هو السوبر زي ما صحيح. قال زميلنا العزيز عامر عبد الله، الحقيقه تالق بشكل غير عادي، وبنحييك وبنوجه لك التحيه يا عامر الحقيقه، وادى لكل فريق حقه. هل في حاله غياب طاهر، في حاله غياب عمر، انت هتضطر تلعب باكرم توفيق باك رايت، هتغير من شكل نص الملعب، وبالتالي انت محتاج توازن دفاعي هجومي؟ اكيد، بس نعم. انا بيتهيالي ان هو في الجيم الجاي مش هيشتغل كده، مش هيشتغل بامام على الطرف، لازم يا هيدخله مكان قفشه يا هيلعب هو قفشه وهو هيقعد، بس هيشتغل بطرف من اللعيبه اللي هم بيلعبوا طرف فعلا، ياسر الشحات، رضا سليم طبعا النهارده برده بعيد جدا، مسافه بتبعد برده على الدكه، مش قريب من اللعب. فهو الفكره كلها طبعا انت بتتكلم ان امام وقفشه طبعا هما اتنين لعيبه كويسين، نعم، الملعب يستحملهم مستحيل؟ لا بيستحملوا، يعني لو هما يعني بيشتغلوا بشكل كويس، وتحتهم التالت بيشتغل بيدافع كويس، والجيم انت بتشتغل في التلت الهجومي، لا هما الاثنين يحلوا لك مشاكل كتير جدا. ماشي. الاثنين كورتهم كويسه جدا جدا. سؤال، طب ما انت الزمالك بيلعب عبد الله السعيد ناصر ماشي، يعني فاهم قصدي؟ ما عندوش مشكله، بس هي التوظيف، هي مش مشكله من اللعيبه والاسماء، هي مشكله التوظيف. صح، انت بتلعب لما تلعب بامام وتلعب بفش، هتلعب باثنين 10، هتلعب باثنين 10 ازاي؟ هتلعب باثنين 8. تمام. طب الاثنين 8 دول ادوارهم ايه؟ الهجوميه وادوارهم الدفاعيه. لو الاثنين ما قدروش ان هم يشتغلوا مع بعض بالشكل اللي هم الصحيح، اللي زي واحد بيروح والثاني بيشتغل وعلى الطرف، لا فيها مهام، واحنا والنادي الاهلي 80% من شغله هم الاثنين 8. طيب خلينا نقول ايه اللي حصل الشوط الثاني، هل حضرتك بتوافقني او لو ليك وجهه نظر ثانيه طبعا بتاعت حضرتك، انه احنا الشوط الثاني افضل، ان احنا ادينا بشكل افضل، ان الروح كانت عاليه جدا، انه كان عندنا بعضا من الخطورة لو أحسننا اللمسة الأخيرة، هل فعلا نجح كولر أنه يعدل من الشكل، وبقت الهجمات أو الخطورة السيراميكا معظمها من الكرات الثابتة، وده اللي عمل مشكلة شوية، أو الكرات العرضية كمان عملت شوية خطورة على مرمى النادي الأهلي، هل نجح كولر والهدف المبكر اللي جيشه الثاني ساعده شوية؟ الهدف المبكر نعم هو اللي اوجد روح جديده عند لعيبه الاهلي، نعم، واوجد نوع من الياس عند فريق السيراميكا. نعم. هبط هنا الاداء وارتفع هنا الاداء، لكن التحسن الواضح خرج بعد تغيير خط النص، لانه يعني انا يمكن اختلف وجود مروان وكوكا، يعني انا يمكن اختلف مع خالد في انه عاشور وقفشه الاثنين ما ينفعوش مع بعض الا اذا في مباراه سهله، ودلوقتي ما عادش فيه مباريات سهله، او ظروف مباراه تستدعي كده، او انت يعني ما عندكش حلول اخرى.